وزير التعليم العالي، سيد مدير ديال الكام، السيدات والسادة اللي حاضرين معنا اليوم، نفرحانة بزاف نكون معكم اليوم على هذا التجمع اللي تجسيكو تيكون كل عام وتنهنئكم عليه، تنهنئكم كثير على الاهتمام ديالكم بمجال الرقمنة ومجال الذكاء الصناعي، وأنه يكون صلب الاهتمام ديالكم فكوزيرة الانتقال الرقمي، في فريمون شوكر وتنهنئكم على هذا الاهتمام ديالكم فيه وأنكم انخرطوا في هذا المجال المهم. النسخة السادسة للقمة الإفريقية للرقمية تنعقد هذه السنة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه القمة سوف تتميز ببرمجة أو برنامج علمي يضع الذكاء الاصطناعي في صلب النقاشات. هو اليوم محور مركزي كيهم جميع العاملين والأطر التي تشتغل في مجالات التسويق والتواصل والرقمية، كما سنتطرق لمجموعة من المواضيع كالتسويق الرياضي، ونحن على أبواب كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. هناك التجارة الإلكترونية التي أصبحت تتخذ حيزا هاما وتكتسي أهمية كبيرة في المغرب وكذلك في إفريقيا باعتبارها رافعة لخلق فرص الشغل وكذلك لخلق الثروة. خلال هذا القمة سوف نتطرق لمواضيع أخرى متعلقة بمستقبل العمل وكيف تتطور طريقة العمل بناء على الذكاء الاصطناعي وبناء على تطور المجال الرقمي. وهذه السنة سوف نقدم نتائج دراسة حول التوجهات الرقمية لدى المعلنين ولدى الماركات المغربية. هاد التوجهات كتمكننا أننا نشوف كيف يتطور المجال وكتمكن أنها تعطي المعلنين ما هي الممارسات المثلى في المجال. هذه القمة هي فرصة كذلك للاحتفال بالحملات الإشهارية وتشجيع الحملات الإشهارية والممارسات الجيدة في المجال الرقمي من خلال الجائزة الإفريقية للرقمية اللي غيتم إن شاء الله غتكون مراسم توزيع هذه الجوائز في نهاية هذا اللقاء. إذن هذه القمة تشكل كذلك فرصة بالنسبة للمقاولات من أنها تتلاقى مع المختلف المشاركين، أنه يكون هناك تبادل وأن هذا الأمر ممكن أنه يشجع خلق علاقات تجارية، كذلك بالنسبة للمقاولات الناشئة اللي يمكن لها تستفيد من هذا المجال. شكرا. خرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.